عالم السوشيال ميديا أصبح محطة أساسية بحياتنا، نبحث من خلاله على كل ما نحن بحاجة له من ثقافة وضحك ومتعة فكرية. بس كيتو اختارت عالم التواصل الاجتماعي كمقصد للسعادة من خلال نشر اليومي لعشرين فيديو مضحك أو تثقيفة. عرفنا أكثر عن حالك. ولدت في الدار البيضاء في المغرب، سني 37 سنة. في فرنسا حصلت على شهادة باشلور في لا سوربون، باشلور في الاقتصاد، وأنا مقاول في ميدان السمع البصري. مهدي، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ الفكرة هي كانت حلم، كنت طفل، كنت أكره المحتوى السلبي وكنت أريد أن أنشر إجابتي، فقررت أن أكون مقاول في ميدان السمع البصري. فالشركة تفعل إنتاج للمؤثرين والفنانين، وبسكيتو ناو إذا شبكة إلكترونيكية تصنع وتنشر أكثر من 20 فيديو في النهار. هل فينا نقول أنه بسكيتو كانت نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ بسكيتو هي شخصيتي أنا وشركتي شخص واحد، وفريقي نفس التفكير ونفس الشخصية. إذا بدنا نحكي عن الشيء اللي بيحكي عن الفيديوهات المضحكة، هل هي إلى حدود بفكرتها؟ الضحك هو شيء مهم عند بسكيتو، ولكن الحدود هو أن لا نجرح شخص أو طبقة معينة. فالطريقة التي نصنع بها المحتوى في بسكيتو هي نكتب أكثر من 20 فيديو في النهار. الفريق في المغرب وفي دبي يتواصل للكتابات والإنتاج لهذه الفيديوهات. وهل الأفكار المطروحة بهالفيديوهات بتراعي المجتمعات اللي نحن موجودة فيها، اللي هي أكثر مجتمعات محافظة؟ إحنا لا نرى فرق بين المحافظين والمعاصرين، لا نريد أن نتصل مع الإيجابيين. يمكن لك أن تكون معاصر وإيجابي ومحافظ وإيجابي. من أهداف بوسكيتو أيضاً صناعة الدعاية الإلكترونية، هل تتجاوبوا مع المعلن إذا حابب هو يطرح فكرته ويطبقها بالإعلان، أم أنتوا بتفرضوا فكرتكم أو بيصير في حوار بيناتكم؟ نحن لا نفرض شيئاً، نعطي نصائح لزبنائنا، ولكن نقول له بأن عندنا كثير من البيانات وكثير من الطاقات في بوسكيتو. نقول لهم نرى الإشهار بهذه الطريقة، إذا كنتم تريدون أن تفعلونه بهذه الطريقة ننصحكم بهذه الطريقة، ولكن نفرض عليهم شيء. إحنا جد محظوظين في بسكيتو لأن عندنا كثير من المتابعين، وفي هذه المتابعين عندنا كثير من المشاهير والمؤثرين، ونعطي الإمكانيات للمشاهير الصغار والمؤثرين الصغار، نعطيهم إمكانيات في الكتابة، في البرودكشن والبوست برودكشن والنشر في بسكيتو لنكبر تأثيرهم. إذا بدنا نشوف الفرق بين الدعاية اللي بتنعرض على شاشات التلفزيون والدعاية اللي انصنعت خصيصا لمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، شو الفرق؟ الفرق الأول هو طريقة الكتابة. إذا كنت تريد كتابة إشهار للتلفزة فهو مختلف عن كتابة في الإنترنت، وحيث في الإنترنت حتى الكتابة في فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام مختلفين وسناب شات. المثال هو في الفيسبوك تقنية الكتابة هي كتابة تأثيرية، لأن يجب عليك أن تؤثر المعجب ليشارك المحتوى. في يوتيوب هي كتابة أخرى، لأن المشاهد يقضي أكثر وقت في يوتيوب في المشاهدة. في سناب شات هي كتابة مباشرة. إذا بدنا نحكي عن التحديات اللي واجهتك، شو هي أبرزها؟ تحديات شخصية وتفكيرية، لأنني كمقاول كان يجب علي أن أغير تفكيري، لأن طريقة التفكير عندما تكون عندك شركة صغيرة ليست طريقة التفكير عندما تريد أن تبني شركة جهوية عندها عدة أوفيسز في بلدان. وشو الرسالة اللي بتوجهها أو النصيحة اللي بتنصحها للأشخاص اللي حابين يبلشوا بمشروعهم الخاص أو عندهم فكرة وحابين يبلشوا فيها؟ يجب عليهم أن لا يخافون من الفشل، لأن أنا أظن أن الفشل هو الذي يبني النجاح. مهدي، وين بتشوف بسكيتو بعد سنة، بعد خمس سنين، بالمستقبل خلينا نقول؟ أنا بسكيتو لا أراها اليوم كشركة أو منتوج، أراها
طريقه التفكير، وانا اود ان ارى بسكيتو بنفس طريقه التفكير من هنا 5 أو 10 سنوات، لان الرساله التي تريد ان توصلها بسكيتو هي ان انت كمقاول عربي او شاب عربي او فنان عربي يمكن لك اليوم ان تواصل حلمك وارادتك كعربي. ما هي شو الاساس اللي بتميز باسكيتو عن غيره من المواقع اللي تقريبا عندها نفس الهدف؟ اول شيء هو طريقه التفكير، نحن ننشر الا الايجابيه، وثاني شيء هو عندنا مشاهدين من العالم العربي كله، عندنا المشاهدين من المغرب، من مصر، من السعوديه، من لبنان، من الامارات. حلمي هو ان اوصل كل الطاقات الايجابيه في العالم العربي، وعندنا مكتب في دبي ومكتب في المغرب، ونريد ان يكون عندنا مكتب في كل المدن الفنيه في العالم العربي. مهدي، طبعا دبي هدف مهم لهيك فكره، ليش اخترت دبي لتبداه؟ لان دبي هي مدينه توسع حلمك، واذا كنت تريد ان تفعل اشياء كبيره يجب قبل ذلك ان احلامك تكون كبيره. وانت كيف توصف نجاحك اليوم؟ انا ليس عندي اي نجاح، انا اريد ان اصبح مقاول واحب المقاوله، واذا كنت تريد ان تصبح مقاول لا يجب ان تقول انك نجحت. اكيد احب الفشل لحتى تتعلم. لكن وخلال مسيرتك شو هي اكثر اسس النجاح اللي اثرت فيك؟ هي كثير من القصص، ولكن قصة أبي وأمي والأباء والأمهات في صفة عامة، لأن الأباء والأمهات هم مقاولين، ومقاولين يحرمون أشياء على نفسهم لإعطاء لأطفالهم. هذه هي المقاولة الحقيقة. شكرا لك مهدي على وقتك، يعطيك العافية. شكرا. سعادة هدف بيسعى إلى كل الناس وكل واحد على طريقته، بس الضحك سعادته مكفولة. باسكيتو من خلال أفلامه بيحاول يضمننا قسم من السعادة اللي كلنا بحاجة إليها.